اهلا ومرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقه جديده من برنامج مكتوب عني يسعدنا جدا تواجدك معنا في هذه الحلقه ما زلنا بنتناقش في النبوات التي جاءت عن الرب يسوع في العهد القديم وكيف تحققت في شخصه يسعدنا ان يكون معنا في هذه الحلقات خادم الرب الاخ الحبيب دكتور محب نصيف اهلا بك يا اخ محب اهلا بك يا اخ وديع لا زلنا يا اخ محب نتحدث عن النبوات التي جاءت عن شخص الرب يسوع المسيح بخصوص احداث الصليب تمام كم تحمل المسيح من الهزء والسخريه هل في نبوات تكلمت عن هذا؟ نعم في مزمور 22 تقول النبوه كل الذين يرونني يستهزئون بي يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين اتكل على الرب فلينجه لينقذه لأنه سر به مزمور 22 سبعة وفي مزمور 69 عدد 12 برضو يقول المسيح يتكلم في الجالسون في الباب وأغاني شرابي المسكر يعني العظماء دول الجالسين في الباب نعم. والادنياء وحساله المجتمع دول شرابي المسكر دول ودول كانوا بيسخروا من المسيح النبوتين اشاروا الى كيف تعرض المسيح في مشاهد المحاكمه والصلب الى الهزء والتعيير والسخريه ولما نرجع للاناجيل ونتوقف بإمعان نعم. وده مشاهد محاكمة المسيح هنلاقي فعلا أنه بودي تحققت حرفيا مثلا في متى 27 يقول أن العسكر ضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وحطوا قصبة في يمينه وكانوا يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين السلام يا ملك اليهود آه مرة تاني برضو نقرأ كان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين يا ناقض الهيكل وبنيه في ثلاثة أيام خلص نفسك إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب وكذلك رؤساء الكهنة أيضا وهم يستهزئون مع الكتب والشيوخ قالوا خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصه قد اتكل على الله فلينقذه شوف نفس العبارات بتاعة مظلوم 22 نعم. بالحرف لينقذه الآن إن أراده متى 27 39 ل 43 لكن يا أخي محب هل في نبوات تكلمت عن جلد المسيح ولطم المسيح والبصق اللي تم على ربنا يسوع المسيح نعم في مزمور 129 عدد 3 بيقول على ظهري حرث الحراث طولوا أتلامهم وإشعية 50 6 يقول بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين وجهي لم أستر عن العار والبصق والنبوات دي تحققت أيضا في أحداث الصليب ففي المحاكمة متى 26 يقول حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه واخرون لطموه قائلين: تنبأ لنا ايها المسيح من ضربك. آه بيلاطس اخذ يسوع وجلده تتميما للنبوه بذلت ظهري للضاربين او للنبوه الثانيه على ظهري حرث الحراث. كان المحكوم عليه بالجلد يجرد من ثيابه ويستند إلى عمود أو قائم قصير يربط فيه ويشتركوا اثنين من العساكر الرومان في عملية الجلد وكانت عملية وحشية جدا الصوت المستخدم في عملية الجلد مكون من ثلاث شعب أو ثلاث سيور تنتهي بعقد من الرصاص كان عدد الجلدات الرسمي بحسب القانون 39 جلدة لكن مع المسيح يقول الكتاب ضربوا ولم يكفوا ما كانش بالعدد لكن افتروا فيه وجلدوه بطريقة وحشية جدا شوف قوة التعبير على ظهري حرث الحراث طولوا أتلى معهم غالبا يا أخو محب اللي كان بيتجلد كان بيموت أثناء الجلد من شدة الالم من صدمة من الالم هذه الجروح التهبت تقيحت ففي مزمور 38 في نبوة عن هذا الموضوع ايضا تقول انتنت قاحت حبر ضربي طبعا لما الجرح يلتهب قد ايه يبقى مؤلم جدا استنفذت كل قوة المسيح الطبيعية في عملية الجلد الوحشية هل بالجلدات دي احنا شوفينا او الرب يسوع حمل خطايانا مش بالجلدات الحرفية ولا بالألام الجسدية لكن بالألام الكفارية اللي تمت في ساعات الظلام وهو مرفوع على الصليب لكن الألام الجسدية بنشوف فيها المسيح بيتألم في طريق البر. هو بيمثل الله على الارض. ده موقف الانسان مش بس من المسيح لكن من الاب الذي ارسله. عزيزي المشاهد رغم قسوة الالام النفسية وقسوة الالام الجسدية لكن لم تكن هذه الالام وسيلة لخلاصنا لكنها الالام الكفارية من يد العدل الإلهي. فاصل قصير وسنستكمل حديثنا في هذا الموضوع المهم جدا ابقى معنا اهلا بيك عزيزي المشاهد يا اخي محب واحنا بنتكلم على عملية الجلد الوحشية بعد عملية الجلد بالتأكيد كان المسيح في حالة من الإعياء الشديد والوهن سواء النفسي أو الجسدي هل أشارت النبوة إلى ذلك؟ نعم في مزمور 102 شوف عنوان المزمور يقول صلاة لمسكين إذا أعيا وسكب شكواه قدام الله. مشيرا الى الضغط النفسي اللي كان فيه المسيح في بستان جثيماني قبل احداث الصليب. ثم في نفس المزمور يقول: ضعّفَ في الطريق قوتي. نعم. وفي مزمور واحد 31 يقول: ضعّفَت بشقاوتي قوتي. في مزمور 88 يقول صرت كرجل لا قوة له خارت قواه الطبيعية فعلا اعتبارا من دخوله إلى بستان جسيماني والصراع الرهيب اللي كان فيه لا تتخيل كم الأحزان وتأثيرها النفسي عليه يسحب منه كل طاقة وكل قوة وهو بيستعرض الكاس الرهيبه الموت الرهيب الموت المهين والمشين فكان في حاله من الاعياء والخور لدرجه انه السماء اسعفته بملاك يقوي ويشجعه ده في بستان جثيمان لكن بعد المحاكمه وكل ما تعرض له فعلا زي ما تفضلت انه المسيح استنفذت كل قواه الطبيعيه وده ظهر في انه لما جه يحمل الصليب الى موضع الجلجثه من موضع البلاط في دار الولايه الى موضع الجلجثه خارج الاسوار حيث سيرفع هناك فوق الصليب المسافه دي كان على المسيح ان يحمل الصليب الى هناك المسافه دي حوالي واحد ميل او واحد وستة من عشرة كيلو متر. مسافة طويلة نعم. على طريق ترابي هيجر الصليب ويحمل الصليب على ظهر مزقته السياط منذ قليل نعم. كان في عشرات الحاجات اللي تخليه ضعيف ومش قادر ان هو يحمل الصليب وربما يقول التاريخ الكتاب ما قالش صراحة لكن ربما من شدة الوهن والاعياء إن كفى المسيح مرة أو مرات تحت حمل الصليب الثقيل لدرجة أن العسكر الرومان اللي كانوا بيعملوه وحشية نعم وما كانش في قلبهم ذرة من الرحمة أدركوا استحالة أن المسيح يستطيع أن يحمل هذا الصليب إلى موضع الجلجثة خارج الأسوار لأورشليم فسخروا رجلاً آتيا من الحقل قبل ما يرجع البيت اصطادوه وسخروه لكي يحمل الصليب خلف يسوع وهذا الرجل عمل بالمسيح عملا حسنا مش ده أبو الإكساندروس وروفوس بالظبط هو ده ولا شك أن المسيح كان يشعر بالامتنان لهذا الرجل سمعان القيرواني أعار الرب بعضا من قوته الجسدية نعم. عندما خفف عنه هذا الحمل الثقيل والرب أكرمه فهو وولاده الاثنين نالوا عطية الإيمان وعطية الحياة الأبدية الرجل ده عمل عمل حسن دون أن يدري لكن رضي أن يخفف عن المسيح هذا الحمل الثقيل وكل تعب وكل تضحية نعم. لأجل الرب الرب مش ممكن هينساها الرب بيقدر أي حاجة تتعمل لأجله عشان كده حري بنا جميعا أن نكون مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين أن تعبنا ليس باطلا في الرب وننتهز كل فرصة علشان نقدم الأفضل دائما لمن أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا حقا يا أخي محب مفروض نتعلم هذا الدرس من سمعان القيرواني الذي أعار المسيح بعضا من قوته عزيزي المشاهد فاصل قصير وسنعود نستكمل حديثنا الشيق عن أحداث الصليب وألام الرب يسوع ابقى معنا أهلا بيك عزيزي المشاهد من جديد أخ محب لا شك أن ما تعرض له المسيح من ألام رهيب جدا لكن بالذات في منطقة الرأس حيث اللطم واللكم والبصق والجروح الدامية سواء في الرأس أو في الجبين بالتأكيد شوهت جماله الطبيعي منظره البديع وهو الأبرع جمالا من بني البشر هل قالت النبوه حاجه عن كده؟ نعم في اشاعيه 52 عدد 12 نقرا الكلام ده كما اندهش منك كثيرون كان منظره كذا مفسدا اكثر من الرجل وصورته اكثر من بني ادم يعني في مشهد الصليب نعم فعلا تشوه وجه المسيح الى درجه انه زي ما بيقول اكثر من اي رجل حتى انك لا تستطيع ان تصدق ان هذا وجها ادميا بسبب الدماء التي لطخت الجبين من وخزات اكليل الشوك او عندما ضربوه بقضيب على خده عندما لطموه ولكموه وبصقوا في وجهه. احنا نعرف ان المسيح كان موثوق اليدين مقيد والارجح انه كانت ايديه مربوطه للخلف. وعندما كانوا يلطمونه او يبصقون على وجهه مفيش امكانيه حتى انه يستر بيده هذه الضربات واللطماط أو هذا البصق اللي بينهال على وجهه، واقف يواجه كل هذا، يعني شوف ازاي زي ما بيقول المرنم قاسى ربي كل هذا وتحمل العنا فعلا كان بيواجه هذه الآلام بصبر واحتمال صامتا. ده كفايه البصق يا اخ محب، حاجه مهينة رهيبه جدا. يعني علاوه على انهم ان الكتاب المقدس قال بصقوا عليه لكن يقول لنا كمان بصقوا في وكيه يعني نشنوا البصاق على وكيه الكريم. كان شيء مهين جدا نفسيا. وعلى فكره اللي كان ينظر الى وجه المسيح نعم مش بس يشوف ما أحدثته الجروح والدماء والكدمات والتورم لدرجة إنه مثلا بيقول بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، شوف كانوا بيعملوا فيه إيه؟ ووجهي لم أصر عن العار والبصق هذا الوجه الجميل قد أفسد لكن لعين الإيمان أضافت هذه الجروح نعم جمالا أروع صحيح آه كل شخص اتقابل مع المسيح ينظر إلى مشهد الصليب حتى لو هذا الوجه كان مفسدا جدا لكن الإيمان يشوفه بديع الجمال لأنه بيعبر عن منتهى الحب هل كل ذا عني انا قاس المسيح ذا العنى عني انا نعم عني حبه لي سام عجيب هذا ما حدث في مشهد الصليب هل النبوه اتكلمت عن جراح المسيح وهل اتكلمت عن طريقه موته على الصليب بسقب يديه ورجليه نعم في مزمور 22 داود بيقول أحاطت بي كلاب جماعة من الأشرار اكتنفتني ثقبوا يدي ورجلي طبعا ده ما حصلش مع داود لكن المتكلم في مزمور 22 هو الرب يسوع المسيح نفسه بفم داود النبي ثقبوا يدي ورجلي هذا ما حدث عندما رفعوه العسكر وسمروه بالصليب نبوة تاني بتقول في زكريا 13 ما هذه الجروح في يديك نعم وهو يرد عليهم ويقول هي التي جرحت بها في بيت أحبائي ثلاثة 53 يقول وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره أو بجراحاته شفينا شعية 53 خمسة النبوات دي كلها تحققت عندما رفعوا المسيح على الصليب معلقين إياه على خشبة يقول كده في لوقا 23 لما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين وبعد القيامة شوف أثار الجروح قاعدة بقى نعم. في هذا الجسد الكريم أثار المسامير وأثار الطعنة اللي هنتكلم عنها في مرة جاية موجودة في هذا الجسد حتى بعد القيامة المسيح راح للتلاميذ المجتمعين في العلية واظهر نفسه ليهم وهم شافوه نعم. واحد من تلاميذه اللي هو توما ما كانش معاهم في المره الاولى قال لهم ما صدقش ان ما كنتش اشوفه بعيني واضع اصبعي في مكان المسامير المسامير واضع يدي في جنبه لا اؤمن المسيح ما كانش حاضر معاهم وما حدش قال له ان توما بيقول كذا بس ده هو كل كلية كلية الحضور وكلية العلم معلوم بعد اسبوع بالظبط راح لهم وكان توما معاهم وراح ماسك توما مباشره قال توما نفسه تلبش ان مين قال له مين قبله ومين قال له ان انا قلت كده على طول جاي مخصوص عشان توما يقول له هات اصبعك الى هنا وابصر يديا وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا سفر إشعياء الإصحاح الخمسون في الأعداد الأولى من هذا الأصحاح نسمع يهوى متكلما مستعرضا قوته ومجد لاهوته في قوله هل قصرت يدي عن الفداء وهل ليس في قدرة للإنقاذ هوذا بزجرتي أنشف البحر وهذا ما حدث في رحلة خروج الشعب من مصر عندما شق أمامهم البحر الأحمر أجعل الأنهار قفراً وهذا ما حدث في نهاية الرحلة عند دخولهم أرض كنعان عندما شق الأردن ألبس السماوات ظلاماً وهذا ما حدث لمدة ثلاثة أيام في كل أرض مصر وفي الأعداد التالية نراه متكلما كإنسان متضع وكالعبد المطيع قائلا: أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعيا بكلمة يوقظ كل صباح يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين. السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند إلى الوراء لم أرتد بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين وجهي لم أسطر عن العار والبصق ويا لها من مباينة أن الكلي القدرة يقف في المحاكمة وقفة عبد موثوق اليدين وقد احتمل الإهانة والعار والبصق ولم يدافع عن نفسه ولم يستعمل قوته حيث كان إثنى عشر جيشاً من الملائكة تحت أمره إذا أراد لقد جاء مدفوعاً بالمحبة يصنع الخير ويظهر الحنان لكنهم رفضوه وأهانوه وجرحوه وعلى عود رهيب رفعوه صمروه لقد كان الله باراً وهو يوقع الدينونة على المسيح كبديل للخطاط لذلك تركه في ثلاث ساعات الظلمة حتى قال قد اكمل ونكس راسه واسلم الروح وكان بارا نحو المسيح الذي اكمل عمل الفداء بموته فاقامه من الاموات واجلسه عن يمينه في السماويات ثم هو بار الان وهو يقبل ويبرر كل من يؤمن بالمسيح كما سيكون بارا عندما يدين الاشرار الذين رفضوا المسيح فهل تتعقل وترجع إليه لتنجو من الغضب الآتي؟ يا أخي محب بعد ما سمعنا عن كل هذه الألام سواء الألام النفسية أو الألام الجسدية سواء الاستهزاء والتعيير سواء ثقب اليدين والرجلين وقبليها اللطم واللكم والبصق هل ممكن توجه كلمة الى المشاهد عزيزي المشاهد قدام المشاهد الغاليه جدا دي ارجوك انك تسال نفسك لماذا جاء المسيح؟ لماذا احتمل كل هذا العذاب وكل هذه الالام؟ اي شر عمل؟ واحنا بنتابع احنا مش بنقول كلام من عندنا لكن دي شهاده الوحي المقدس عن حياه المسيح القدسيه انه لم يفعل شيئا ليس في محله لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش ما عملش خطيه يستحق عليها هذا العذاب لكن تاكد يا عزيزي المشاهد ان كل ما قاساه المسيح واحتمله في الصليب كان لأجلك لأنه يحبك مات لكي تقبل أنت وتنال الغفران والتبرير عشان كده من فضلك لا تحتقر محبته لا ترفض شخصا عانى كثيرا جدا من أجلك سحق في مشهد الصليب من أجلك لا تتجاهل هذا الشخص ولا ترفضه هو يحبك نفسي انك تعيش الاحداث وتخطو مع المسيح في كل جزئيه من اللي حكينا فيها وانت قاعد مكانك عيش بخيالك وبقلبك هذه اللحظات وهذه المشاهد مع المسيح، تخيل ان انت موجود مع المسيح في اورشليم، وبتخطو معه خطوه خطوه من البستان الى المحاكمه الدينيه في دار رئيس الكهنه، عيش الاحداث بقلبك ومشاعرك وعواطفك وافكارك، واعرف ان كل ما حدث كان لاجلك فالمسيح لم يفعل شيئا يستحق الموت على الإطلاق عيش معاه وهم بيلطموه وبيلكموه وبيبصقوا في وجهه وبيجمعوا عليه شهود زور وبيكيلوا ليه افتراءات واتهامات وهم بيسخروا به عيش معاه وهم بيقتدوا موثوق اليدين من المحاكمة الدينية إلى المحاكمة المدنية عيش معاه وهو واقف قدام بيلاطس بيلاطس جالس على كرسي الولايه ويسوع واقفا امام بيلاطس يحاكم هو الخالق العظيم لكل هؤلاء لكن وقف يحاكم من صنعه يديه عيش معاه لما امر بيلاطس بجلده علشانك المسيح لم يفعل شيئا ارجوك انك تخطو معه خطوه بخطوه لما جمعوا عليه كل الكتيبه عيش الأحداث بقلبك لما ضفروا إكليلا من شوك وضعوه على رأسه لما اقتادوه للصلب خارج الأسوار اعرف إنه كل ده كان علشانك ليتك تقرع صدرك تائبا نادما وتقبل المسيح مرحبا به ربا وسيدا ومخلصا شكراً خادم الرب الأخ الحبيب دكتور محب نصيف عزيزي المشاهد إلى اللقاء وأستودعك في عناية القدير والرب معا